من ليس علينا قال المسيح فهو معنا. علاج التعصب مش اني ابقى برود مايندد. الحب الحب في عروس النشيد بيقول ادخلني بيت الخمر علمه فوقي محبة. الراية بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. الحب اللي براك أخي وأختي في البشرية ابن آدم وحواء أو في الإيمان أو في الإيمان. بيقول كده كاتب رسالة يوحنا الأولى وهو يوحنا الحبيب اللاهوتي العميق اللاهوت العميق بتاع يوحنا اللي كتب عن الكلمة اللي كتب عن ابن الله. كتب رسالة كل اللي فيها ملخصها هي الحب. الحب بيقول ايه؟ ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. أرجع سنة ورا. أيها الأحبة إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أن نحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه. ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. ونحن عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. سهل أوي. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين كما كان هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. لا خوف في المحبة. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد أني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره. لأن هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. فإن هذه محبة الله أن نحفظ وصاياه وصاها ياسية ثقيلة. لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلى الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. من له الابن فله حياة. من ليس له ابن الله فليست له حياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. هذه الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يعلم لنا. إن كنا نعلم أن مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. It's all about God. It's all about love. هذا الإنجيل يتحدث عن إله عجيب رائع إله الحب ويتكلم عن وصية هي وصية الحب. والحب وحده يغلب التعصب يرفع القناع من عيني فأراك مخلوق على صورة الله أغلى من في هذا الوجود. فيك البصمة الإلهية فيك نسمة الحياة الإلهية. أنت كائن أبدي كائن أبدي لأن فيك نفخة إلهية لأن فيك بصمة إلهية. وإذا أنت بتحب ربنا وبتحب المسيح فأنت أخي وأختي وأبي وأمي وأنت عائلتي وأتشرف أن أنتمي إليك. قد نختلف في الفكر قد نختلف في بعض العقائد قد نختلف في حاجات بس أنت أخي وأختي وأبي وأمي لأنك تحب من أحب وتعيش لمن أعيش.
وتخدم من أخدم. ده الحب اللي يفتخر على العلم. ده الحب اللي يبني. أما العلم فينفخ. ليه إخواتنا بيحملوا البنادق ليقتلوننا؟ لأنهم يروننا أعداء. وأقتل عدوك لأنه يختلف معك في العقيدة، فهو ليس أخاك في البشرية. ده التعصب، يعني في غمامة على عينيا، فلا أراك مثلي وأرى نفسي مثلك. والعلاج هو الحب. الحب أني أعرف أن ده إله الحب مش الكراهية، وأن اللي بيعلمني بيعلمني أحب، مش أنتفخ بما أعرف. أسخر ما أعرف لأخدمك، أسخر العلم لأخدمك، مش لأتفاخر عليك أو أتعالى عليك أو أظن أني أفضل منك أو أنك أنت حتى أفضل مني. المحبة تجعلني أقدم الآخرين في الكرامة، أعتبر الآخرين أفضل مني. وأنا شخصيا أرى في هذه الكنيسة التي أخدمها كثيرين أفضل مني في الإيمان وفي التقوى وفي اقترابهم لربنا. كتار قوي أفضل مني بكثير.